نتمم مقطع ثاني 5 دقائق أيضا. إذن فهذه أغمق طبقة لدينا. نبدأ خفيف قليلا. ثم كلما استمرينا كلما غمقنا. نحاول أن نترك ضغطة اليد نحافظ عليها أثناء الذهاب والإياب لكي لا نحصل على هذه الخطوط، هذه مكان غامق ومكان فاتح، يجب أن تكون طبقة واحدة. إذن في هذه الطبقة قريبة منها نزيد من التغميق لكي يكون الفرق بينهما قريب. إذن كلما كان أصبعي أو يدي قريبة من رأس القلم كلما استطعت أن أضغط أكثر، كلما رجعت يدي إلى الخلف كلما كان ضغطي على القلم أقل وكانت الدرجة خفيفة. إذن طبقة ثالثة هنا. نبدأ خفيف كما قلنا. حاول أن تجعل من هذا التضليل طبقة وليس خطوط، هي خطوط في الأساس ولكن احترافية هي أن تجعلها طبقة. طبقة أخرى هنا. إذن فهذا كله بقلم واحد كما ترى. إذا تعودت اليد على استخراج درجات كثيرة بقلم واحد فعندما تتوفر لديك أقلام يكون هذا سهل، يسهل عليك الاشتغال أيضا. هناك طرق سنشرحها فيما بعد الدروس القادمة، كيف تعرف مثلا لو أنك تضلل البورتري، كل مكان مضلل مثلا في البورتري تعرف أين أي درجة ممكن استخدامها من الأقلام الموجودة لديك. بمعنى هناك طبقة غامقة قد تصل إلى B8، هناك طبقة فاتحة قد تصل إلى H2، فكيف ستميز هذا من الصورة التي أمامك؟ سنشرح هذا وسنصل إن شاء الله إلى درس البورتري ونشرح كل هذا بالتفصيل. إذن هنا لدينا كم طبقة؟ 6 طبقات. نرجع إلى الصورة الأولى، إلى الأسطوانة أو إلى المربع. إذن نطبق هذا التمرين. هذا سأحاول أن أركب درسين في مرة واحدة لكي نقلص من عدد الدروس، لكي نستغل الوقت. إذن تطبيق هذا سيكون على المكعب، نرسم وجه مكعب بالشكل هذا، نحاول أن نرسم ما بين هذه الزاوية هذه، نرسم درجة 90، درجة 90، نفس الشيء بهذا الشكل هذا، درجة 90 أو 45،
درجة 90 نرسم 45. إذا لن نرسم بالأبعاد، درس الأبعاد سيكون درس خاص نرسم المكعب. تمت 5 دقائق.